ويلكم تو ذا ايجيبت. معانا النهارده الدكتور محمد مجدي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك دكتور. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا دكتور محمد مجدي، مدرس امراض باطنه وسكر وغدد صماء في القصر العيني. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور. كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه رايك السنه دي في المؤتمر؟ والله المؤتمر ده ايجيبت من المؤتمرات القويه والعريقه يعني في مجال السكر. الحمد لله كل سنه بحضره، والحمد لله يعني شاركت فيه يعني 3 سنين يعني على التوالي، بس السنه الماضيه بس كان عندي ظروف. والحمد لله كنت بقدم دايما في سيشن التغذيه. دكتور كنا عرفنا ان حضرتك سبيكر في سيشن النهارده، عايزين نعرف ايه هي. اتكلمنا عن الامراض اللي ممكن تحصل، الامراض اللي تنتقل عن طريق الاكل، وكان المحاضره بتاعتي عن الالتهابات يعني، او الالتهابات اللي ممكن تحصل للانسان لما بياكل اكل مثلا فيه ميكروب او فيه مثلا سموم. ميرسي جدا يا دكتور محمد، سعدنا جدا بحضرتك. شكرا قوي لحضراتكم. شكرا جزيلا.